سعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا، نرحب فيكم معانا وين ما كنتوا في حلقه جديده من برنامجكم الشبابي المنوع شباب قول وفعل. هذا البرنامج مختلف بموضوعاته وايضا في انجازاته وايضا في ضيوفنا اللي يتميزون بانجازاتهم الرياضيه وايضا مشاريعهم الصغيره. طبعا برنامجنا يعرض على شاشه تلفزيون دوله الكويت قناه سبورت الرياضيه من الاحد للاربعاء، والاعاده باذن الله تكون الساعه 9 صباحا غدا ان شاء الله على سبورت بلس. وطبعا كل عام وانتم بالف خير، واليوم اول يوم في السنه الجديده، ونمسي عليك بالخير يا عليا. مساء النور عليك بدر وعلى مشاهدينا الاعزاء، وكل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله يا رب تكون سنه انجازات ونجاحات وخير وبركه يا رب. طبعا اليوم موضوعنا بدر يعني جميل، بدايه السنه الجديده كل انسان عنده نيو ريزولوشن اللي هو شلون يكون مبدئ الجديد كل سنة، شو الأشياء اللي لازم أغيرها، شو الأشياء اللي لازم أعدل عليها، إذا عندي صفات معينة أبي أتخلص منها، صفات جديدة ودي أكتسبها، أو مهارات جديدة أبادر فيها. حلقتنا اليوم موضوعنا الأساسي عن المبادرات الشبابية. نعم. طبعاً الآونة الأخيرة قاعد نشوف الشباب منطلقين ما شاء الله عليهم، يعني مشاريع جميلة، مبادرات ناجحة ومشاريع ناجحة واحدة تلو الأخرى، فهذا يدل على شيء، يدل على أن مجتمعنا ما شاء الله عندنا طاقات جميلة، عندها إمكانيات بإمكانها أن تنسج مجتمع متكامل في سواعد أبنائه. أكيد، وطبعاً شبابنا بالتأكيد هم دائماً سباقين في كل شيء عالية، خصوصاً المبادرات الشبابية مثل ما قلنا، في كل عام نلتمس منهم مزيداً من هذه المبادرات. بالنسبة لي مختلف، نقول مختلف طبعاً عندك المسؤوليات، أو مثلاً مختلف نقول المشروعات، أو مختلف مثلاً ما يقدمونه من مبادرة لخدمة الشباب ولخدمة المجتمع، ولكن هذا كله هي من دعمنا احنا بالتاكيد اللي يمكن نقدمه لهم، وهذا يمكن اقل شيء او اقل واجب نقدمه لشباب الكويت، ونحمسهم دائما بانهم يستمرون في هذا الشيء. بالضبط بدر، وطبعا يعني اقتصادنا يعني ايضا هالمبادرات الشبابيه والمشاريع الصغيره وهالطاقات الشبابيه اللي قاعده تساهم في انشاط هالاقتصاد وتنعشه بهال مبادرات اللي أيضا أنشطتهم حتى مشاريعهم منكبة على هالمجتمع. يعني من ضمن المشاريع اللي قاعد نشوفها يعني أشياء كلها تخص مجتمعنا، وقاعدة فعلا قاعدة تنمي من عجلة الاقتصاد، وهذا شيء يعني يثنون عليه. أكيد، وطبعا بالتالي إحنا نشجع شبابنا ونقول لهم استمروا في هالشيء، و2019 إن شاء الله يكون عام مليء في المزيد من العطاء بالنسبة لمختلف التخصصات، وأيضا نقول مزيدا من التطور لكل شخص اليوم يتابعنا، كان شاب أو شابة أو أيا كان. نقول رب إن شاء الله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله على دولة الكويت وعلى جميع الدول العربية والإسلامية. خلونا نطلع الحين فاصل، نشوف فقرة تشاهدون معنا، وبعدها نشوف فقرة خاصة في البناء، وراح نتعرف مع المختص طبعا عبد الله بشير على المزيد من المعلومات اللي تخص البناء، ونرجع لكم إن شاء الله. حلقة خاصة عن أكاديمية هندس ودورها في تأسيس الشباب، ولقاء مع المهندس طارق الدرباس والمهندس خالد الثويني والمهندس سلمان سفر. فقرة نصائح البناء مع عبد الله بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم اليوم عن موضوع أو ظاهرة التحشيش. ظاهرة التحشيش كثير من أصحاب القسام أو المقبلين على البناء يتأثر بالموضوع هذا، أو ممكن يسبب له مشاكل مستقبلية في القسيمة أو في الهيكل الأسود بشكل عام. ظاهرة التحشيش في القسيمة سببها عدة أسباب وأسباب كثيرة، راح نتطرق اليوم لسبب أو سببين أو ثلاثة من الأسباب الشائعة في مشاكل القسائم. طبعا ظاهرة التحشيش تحصل في الأعمدة والأسقف بطريقة الخرسانة ونزول الخرسانة. طبعا من الأسباب الرئيسية عدم تحريك الهزاز. طبعا الهزاز جهاز يتم تحريكه في قالب العمود أو قالب البلاطة الخرسانية على أساس أنه يوزع الخرسانة في أرجاء العمود أو أرجاء السقف الخرساني. لما يحرك الهزاز الخرسانة تتوزع الخرسانة وتمشي وتأخذ أماكنها بالشكل الصحيح،
فما يصير هناك في تعشيش. ايضا في سبب رئيسي من الاسباب ظاهره التعشيش، اللي هو لما تكون الخرسانه ناشفه. لما تكون الخرسانه للاسف تكون جايه من الشركه ناشفه، فهذا ايضا من الاسباب او من المشاكل اللي ممكن تصير لما تكون ناشفه. ولما يكون ايضا معاها موضوع الهزاز وعدم تحريك الهزاز، هذا يسبب مشاكل ويسبب تعشيش. ايضا من الاسباب الثانيه اللي ممكن تتسبب في ظاهرة التعشيش عدم وجود غطاء خرساني. كلنا نعرف أن الغطاء الخرساني هذا هو البسكوتة اللي يسمونها بالمصطلح البنائي البسكوتة. البسكوتة هذه تأخذ المسافة أو بين الخشب وبين الحديد، تعطي مسافة بين الخشب والحديد على أساس ما يتلامس الخشب بالحديد، وتأخذ مسافة كافية طبعا بمسافة 5 إلى 6 سنتي إلى 7 سنتي. طبعا المسافة هذه تحمي الحديد من الظهور وتحمي الحديد من التعشيش أو من الصدأ في المستقبل. مشاهدينا رجعنا ومكملين معاكم برنامجنا شباب قول وفعل. طبعا في البداية عندنا ضيوف مميزين مثل ما تكلمنا عن المبادرات الشبابية وشبابنا فيهم البركة ودائما يساهمون في تنمية الاقتصاد ومنفعة المجتمع. معنا ضيوفنا اليوم ثلاثة من المهندسين الشباب، هم يعني أصحاب أكاديمية هندس، راح نعرف عنها اكثر. واول شيء نستقبلهم، حياكم معنا المهندس طارق الدرباس وسليمان سفر، والمهندس خالد الثويني. حياكم الله. الله يحييكم، شاكرين لكم على هذه الاستضافه، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه. خلينا نقول حياكم الله ونتشرف فيكم في شباب قول وفعل. لكن نكرر طبعا انت كونك رئيس نقول مجلس او رئيس اكاديميه هندس لاعداد القيادات الهندسية. عدل، والإخوان طبعا مهندسين ومشاركين في هذه الأكاديمية. نعم. نقول التجربة هني الجميلة بأن احنا نذكر هذه الأكاديمية أو الأكاديميات الموجودة في الكويت، إن كانت تضم مجموعة من المهندسين مثل الإخوان المتواجدين هني، فهذه فكرة جميلة. لكن ودنا نعرف أول شيء شنو هالأكاديمية هذه، أكاديمية هندس، كلمنا عنها طبعا طارق وياك. أكاديمية هندس، أول شيء شاكر لكم على هذه الاستضافة اللي إن شاء الله نقدم من خلالها. شنو قاعد نقدم خلال هذه الأكاديمية؟ هناك بالكويت الحمد لله وما شاء الله في مبادرات كثيرة. اليوم هذه المبادرات تتكامل مع بعضها علشان تنهض بالمجتمع. اليوم مبادرة أكاديمية هندس وهي أكاديمية متعلقة ومتخصصة في إعداد القيادات الهندسية. اليوم أي دولة تبي تحقق أي تنمية، ماكو دولة تحقق تنمية من غير وجود قادة. فاليوم من خلال هذه الأكاديمية اليوم مركزين على أن نعد قيادات هندسية تقدر بإذن الله تساهم في تحقيق نهضة حضارية للكويت. تقدر من خلال مهاراتها القيادية اللي تكتسبها، من خلال التولز اللي عندها، من خلال مهارات الحديثة، أنها تحقق رؤية الكويت 2035. لذلك تأسست أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية. هذه الأكاديمية تأسست قبل سنتين في 2016. هذه الأكاديمية هدفها أنها توفر فرص وظيفية حقيقية للشباب الكويتي بالقطاع الخاص، توظفهم. حلو. بعد ما توفر لهم الفرصة الوظيفية توظفهم بالقطاع الخاص، تدخلهم في برنامج تدريبي على مدى 7 أشهر. هذا البرنامج عبارة عن تدريب، دورات تدريبية، عبارة عن رحلات ميدانية لبعض المشاريع الحيوية بالكويت، عبارة عن لقاءات مع شخصيات قيادية مثل ما راح نتكلم بعد شوي عن الملتقى القيادي. عندنا رحلة تدريبية خارجية. فهذا المشروع المتكامل كله يصب في إعداد القيادات الهندسية، إعداد مهاري حقيقي. جميل. يعني أنت تكلمت بشكل مختصر، بشكل يعني عام، بشكل عام ومختصر عن نبذة، خلينا نقول عن هالأكاديمية وما تقدم من برامج. في دورات أكيد عندكم في هذه الأكاديمية، بودنا نسمع من حضرتك أختي سليمان، بشمهندس سليمان، كلمنا شوي عن الدورات اللي تقدمونها بهالأكاديمية. أول شيء مسي عليكم بالخير وكل عام وانت بخير. أكاديمية هندس نظمت أكثر من 16 دورة تدريبية. الدورات هذه في منها دورات تقنية، دورات سوفت سكيلز، مهارات حياتية. نظام الدورات يكون شهر تدريب دورات مكثف،
بعدين شهر مشاريع شركة، مشاريع عملية هندسية. الدورات عبارة عن دورات خذينا بروجكت مانجمنت، إدارة مشاريع، إدارة تكاليف، برامج بالكمبيوتر مثل بريمافيرا اللي هو يساعد المهندسين على إعداد جداول زمنية. خذينا دورات برزنتيشن سكيلز، أنماط شخصية، وكثير غيرها. والدورات هذه تساعدنا بالعمل بالشركة. يعني مثلا اليوم تدربنا وخذينا دورات مثلا بالبريمافيرا، لما نروح الشركة نعرف شلون نستخدم البرنامج، نسوي جداول زمنية، ناخذ دورة مثلا إدارة تكاليف، لما ندخل عرف نقرأ شلون القوائم الهندسية نفهمهم وإلى آخره. يعني يمكن أضيف على المهندس سلمان، اليوم من ضمن البرنامج التدريبي احنا اليوم لما نوفر فرصة وظيفية للشاب الكويتي بالقطاع الخاص، مو شرط يكون من تخصص هندسي، يعني ايا كانت احنا نتكلم في أكاديمية هندس مختصين في الجانب الهندسي، احنا نقدر نشتغل مع في مختلف التخصصات، احنا نتكلم في أكاديمية هندس. بعد ما نوفر له الفرصة الوظيفية ويدش العمل بالقطاع الخاص، نحاول نعطيه المهارات اللي تمكنه من العمل بالقطاع الخاص، انه يكون متمكن من عمله، من اداء عمله، عشان ما يقول لك الكويتي ما يشتغل. لا، الكويتي يشتغل، الكويتي مستعد ينتج، عطى المهارات، عطى التولز اللي من خلالها يقدر يبدع، راح يبدع. فبعد ما يتم توفير هذه الفرص الوظيفيه نعطيهم المهارات اللازمه من خلال برامج تدريبيه. هذه البرامج التدريبيه منقسمه الى قسمين، برامج تدريبيه عباره عن دورات، برامج تدريبيه او تدريب ميداني من خلال العمل، مثل ما قالك مهندس سلمان، تدريب ووجود بالموقع، عمل بالموقع عشان يكتسب مهارات بالنهاية حقيقية. هذا كله يصب في الصالح العام دي نفسه المكتسب أو اللي هو الملتحق في الأكاديمية عندكم. أنا برجع لك طبعا خالد ويانا، رحب فيك في برنامج شباب قول فعل. احنا يمكن سوالفنا اللي سولفناها على الأكاديمية وعن اللي قاعد يتقدمه يمكن، وبرامج أيضا موجودة الجميلة اللي سمعناها وتحضيركم نقول لهالمهندسين الموجودين في الأكاديمية، لكن شنو المخرجات اليوم، المخرجات اللي قاعد تطلع من الأكاديمية، هل هي تفيد المجتمع؟ هل هي تفيد مثلا نقول خدمتهم في القطاع الخاص؟ صحيح، المخرجات اليوم، احنا اليوم قاعد نتكلم عن كفاءات، كفاءات وطنية. الشاب الكويتي يروح يتغرب عن بلده ويدرس ويرجع، فيحتاج هذه الدورات والتنمية اللي يمكن ما يحصلها في أي مكان ثاني. أكاديمية هندس وفرت لنا هذه السبل، والحمد لله أنا كنت متابعهم طبعا من الموسم الأول، هذا الموسم الثاني حاليا، فوفرت لنا على طول فرصة وظيفية في شركة الغانم انترناشونال حاليا. والجانب الآخر اللي هو جانب الدورات، أنا اليوم لما أتكلم عن أكاديمية هندس ما أتكلم بس كمؤسسة، أنا قاعد أتكلم اليوم عن بيت ضم 30 مهندس. اليوم كلنا إحنا يعني حبايب وإخوان في الأكاديمية هذه، وأمسي عليهم كلهم، كل واحد باسمه كل خير. أسأل الله يوفقك. إحنا بعد تفضل. إيه تفضلك. أنا ما أبي أقاطعك، بس بما أن تكلمت عن أن أنتم بيت واحد وأسرة يعني متكاتفة، وما شاء الله عليكم 30 مهندس. نعم في هذه الأكاديمية. نعم الله يزيد ويبارك. نبي بعد يعني إذا في مجال للانضمام من يعني هذه دعوة على الهواء مباشرة عبر قناة كويت سبورت، أن المهندسين اللي راغبي أو حديثي التخرج خلينا نقول اللي رغبانين أن ينضمون لأكاديميتكم، مو عارفين شنو الأساسيات أو شنو الطريقة، خاصة اللي يكونون حديثي التخرج خلينا نقول حتى من برا، يعني نبي نعرف الجانب العملي لبعض المتدربين في الأكاديمية ومدى الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لهم، تقدر تكلمنا عنها؟ إحنا اليوم لما نتكلم عن في هذا الحين سؤال في شقين، شلون الناس تعرف وتقدم حق الأكاديمية؟ احنا كل ما يتم عندنا فرص وظيفية نسوي حملة إعلامية ونعلن عن هذه الفرص بحيث ان الناس تقدم. واليوم اوجه رسالة حق كل من يسمعني اللي وده يقدم الحين، قبل ان اعلن، احنا للحين ما عندنا فرص وظيفية حالية، لكن اي واحد، اي مهندس يطمح انه يكون من ضمن أكاديمية هندس في الموسم الثالث او الرابع، يقدر يدخل على موقع الأكاديمية hendesacademy.com او يكتب في جوجل أكاديمية هندس راح يلاقي الموقع، يقدر يدش ويسجل اسمه ويدخل في هذا الموقع ويسجل اسمه، وراح توصل له مسجات وإيميلات اذا كان في فرص وظيفية مستقبلية. لما نتكلم عن المخرجات اليوم، الشباب الكويتي الحمد لله في نهاية الأكاديمية الثانية نكون قد خرجنا 60 مهندس كويتي. هذين المهندسين حولناهم من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
اليوم انت اليوم قاعد تحاول تدعم اقتصاد الدولة، شلون تدعم اقتصاده؟ في انك توفر في الباب الاول من ميزانية الدولة اللي باب الرواتب اللي هو عندنا تضخم كبير فيه، شلون اوفر من خلاله؟ انا اقول له بدل لا تدفع لك الدولة راتب روح القطاع الخاص، خلي القطاع الخاص يعطيك راتب. فاليوم احنا وجهنا والحمد لله حاولنا ان ننجح في توجيه 60 مهندس كويتي بدل لا يروح القطاع الحكومي راح القطاع الخاص. هذه المخرجات راح تساهم في دعم عجلة التنمية مع شركات القطاع الخاص اللي قاعد يقودون ويشتغلون في مشاريع كبرى. يمكن شباب راح يقولون لكم شنو المشاريع اللي قاعد يشتغلون فيها، مشاريع جدا كبيرة من أهم المشاريع الخاصة بالخطة التنمية. هذه موجودة طبعا بالشركات اللي هي الخاصة اللي قاعد يشتغلون فيها المختار الآن، واللي كل واحد من الشباب من المهندسين في مشروع من المشاريع له تجاربه. راح نعرف تجارب طبعا منكم اكثر واكثر. سلمان ايش كثر صار لك الحين في الاكاديميه؟ 6 اشهر كلنا ضمينا الاكاديميه شهر 7 1 7 كان اول يوم بالدورات ومستمرين لين ان شاء الله نهايه شهر 1 وعندنا حفل ختامي ب 31 يناير وكذي راح ننهي الدوره الاكاديميه نهايه الشهر هذا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عسى رب ان شاء الله يوفقكم. بس سلمان ابيك الحين تنقل تجربتك بالتحاق في الاكاديميه هذه طبعا امام المشاهدين من المهندسين الحديثين تخرج او اللي راح يتخرجون مثلا في نهايه هذا الكورس القادم، شنو الاكاديميه فادتك؟ شنو اضافت لك اليوم انت من خلال مشاركتك فيها؟ اوكي، كوني انا مهندس حديث تخرج ما عندي اي تجارب سابقه، يعني السي في مالي فاضي. فلما شفت اكاديميه هندس ما شاء الله كان عندهم الاعلان مليان تجارب هندسيه، في 16 دورة، في فوقهم زيارات ميدانية لمشاريع الكويت الحيوية الجديدة، بالإضافة إلى سفرات الخارج ولقاءات هندسية. فكل هذا فكرت ليش ما استثمر الأوبرتيونيتي اللي قدامي وأدخل وياهم وأغوي نفسي، أتعلم كثر ما أقدر وأنمي نفسي، وبالنهاية لما أنمي نفسي راح أقدر أنمي ديرتي من خلال مشاركتي بالمشاريع اللي شركتنا داشة فيها. حلو، طبعا هذه طبعا من خلال طبعا مشاركاتكم الكثيره في اي مشروع ان شاء الله مستمرين معاكم باذن الله. لكن بعد هالفاصل هذا راح نعرف اكثر واكثر عن اكاديميه هندس طبعا لي نقول هذه الاكاديميه المهتمه في المجال الهندسي. فاصل وراد لكم ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في شباب قول فعل وما زلنا مستمرين معاكم في حوارنا وضيوفنا المتواجدين معنا في الاستديو طبعا من أكاديمية هندس لي نقول الإعداد القيادات الهندسية أكاديمية جميلة فكرتها أيضا أجمل. لكن قبل أن نرجع ونسولف مع ضيوفنا خلونا نطلع معاكم نشوف فيديو خاص في الأكاديمية ونرجع من جديد لضيوفنا. حل مشاكلهم
وايضا منحهم نشاطات مختلفه مثل gain as much experience as possible in the shortest possible time. رجعنا طبعا مع ضيوفنا طارق الدرباس وسلمان طبعا لثويني وسلمان صفر وخالد لثويني. طبعا يمكن شفنا التقرير، التقرير كان حلو جميل وبسط للزيارات يمكن كانت خلال الرحله اللي قمتوا فيها، لكن قبل لا نبلش نبي نسولف شوي عن الملتقى. الملتقى طبعا اللي تم في اللي كان طبعا من السقطة الاكاديميه. ملتقى القيادات الهندسيه، هذا ملتقى يقام للمره الثانيه على يعني من سويناه، ملتقى القيادات الهندسيه الثاني تحت شعار القياده ودورها في تحقيق التنميه. هذا ملتقى باذن الله راح نقيمه مو الخميس هذا عقب باكر، الخميس الجاي 10/1 في فندق الهوليدي ان، في ضيوف مميزين، في مواضيع مميزه من قيادات شبابيه وقيادات عندهم خبرات نستفيد منهم الجانب القيادي ودورها في تحقيق التنميه. وانا اتوقع مهندس خالد ثويني راح يعني يعطيكم تفصيل فيه اكثر. عظمه خالد. طبعا احنا لازم ناخذ الخبره من القادات، القادات هم اللي يعني اللي نستفيد منهم اكثر شيء، بما ان اكاديميه هندس هي اكاديميه لاعداد القيادات من اسمها. فعندنا مشاركين في هذا الملتقى كثير، يعني اساميهم ما شاء الله معروفه في الكويت، ومنهم مهندس فريد عمادي، وكيل الأوقاف، مهندس فادي الحداد اللي هو رئيس شركة الغانم انترناشونال، وغيرهم من القياديين. طبعا الفكرة منها ان احنا كمهندسين نحتاج هذه التجارب، نحتاج ان نستفيد من تجاربهم عشان احنا بعدين يعني نسير على خطاهم، نحتاج منهم هذا المشاركه هذه. يعني اليوم من خلال هذا الملتقى، هذا الملتقى ينقسم الى قسمين، قسم خاص في قيادات القطاع الحكومي، تعال يا قيادي يا وكيل وزاره مثل المهندس سالم الاذين رئيس هيئه الاتصالات، عندك الدكتور خالد مهدي الامين عام لمجلس الاعلى للتخطيط، عندنا المهندس فريد عمادي وكيل وزاره الاوقاف، هذول القياديين بالقطاع الحكومي، تعال قول لي شلون انا اقدر من خلال القياده وشنو دور القياده وشنو اهم المهارات اللي احتاجها ككوني قيادي في القطاع الحكومي، وشلون اقدر من خلال القياده احقق رؤيه الكويت 2035، وهذا الدور اللي احنا نطمح له. هذه في الجلسه الاولى، القياده في القطاع الحكومي ودورها في القطاع في تحقيق التنميه. الجلسه الثانيه اللي راح تكون في نفس اليوم مال الملتقى، عندنا القياده في القطاع الخاص ودورها في تحقيق التنميه، وعندنا اربع ضيوف جدا مميزين رؤساء تنفيذيين. عندنا المهندس فادي حداد مثل ما قال المهندس خالد ثويني، الرئيس التنفيذي لشركه الغانم انترناشونال، عندنا المهندس مناف الهاجري الرئيس التنفيذي لشركه المركز المالي الكويتي، وكذلك المهندس طلال ياقوت الرئيس التنفيذي لاذاعه نبض الكويت. وعندنا في هذا الملتقى اضافه، اليوم احنا حتى ما احنا ماخذين بس تجارب محليه، لا اليوم جايبين قيادي من قياديين شركه اعمار في الامارات، وهي اكبر شركه تطوير عقاري في الشرق الاوسط، المهندس عبد الله الواحدي وهو مدير اداره المرافق اللي ماسك برج خليفه ودبي مول، راح يجي ويعطينا تجربته القياديه واهم المهارات اللي يحتاجها اي شاب قيادي. لما تنقل هذه التجارب من الشباب او اسف من الخبرات امثال وكلاء الوزارات او الرؤساء التنفيذيين الى الشباب، انت قاعد تسوي هذا التناغم، نقل الخبرات عشان يبداون من حيث ما انتهى به الاخرون، كذلك يبداون يكونون علاقات مع هذه الشخصيات اللي باذن الله راح تفيدهم في المستقبل. جميل. يعني انتم بهالطريقه يعني حققتوا اهداف متكامله من خلال هالملتقيين خلينا نقول. طبعا الملتقى الاول قلت يخص القطاع الحكومي والملتقى الاخر ملتقى واحد جلستين. جلستين هو شقين مثل ما تفضل. صحيح. الشق الاخر اللي هو يهم ابتسمت لانه يهم الكثيرين من الشباب اللي هم دائما توجه اغلب الشباب يكون للقطاع الخاص. نبي نعرف اكثر طبعا عن هالتفاصيل، وراح نتكلم ايضا عن رحلتكم مؤخرا في دبي، ويعني ذكرت لنا بس بضيف نقطه. تفضل. الملتقى القيادي
لإعداد القيادات أو الملتقى القيادي اللي راح نسويه الملتقى الثاني اللي هو 10-1 10-1 اللي ندعو كل من يشاهدنا اليوم أنه يحضر ويستفيد من التجارب المطروحة. هذا الملتقى بقيادة مهندسين الأكاديمية هم اللي راح يقودونه، هم اللي راح يدورون الجلسات الحوارية، هم اللي راح ينظمونه كله جميل. عن طريق مهندسين الأكاديمية. احنا دورنا بس نطالع. يعطيكم العافية، واحنا راح نكمل معاكم الحوار لكن بعد هالفيديو نروح شوي نتوقف عند هذا الفيديو ونرجع ونكمل معاكم حوارنا. احنا اليوم في شركة إعمار تشرفنا بزيارة اخواننا الكويتيين مهندسين من خلال أكاديمية هندسة لإعداد القيادات الهندسية. الشباب زاروا مشاريعنا، سواء المشاريع تحت الإنشاء او المشاريع المنتهية في مرحلة التشغيل، واتمنى تكون زيارتهم لشركة إعمار زيارة مثمرة، والتقوا كذلك بقيادات في شركة إعمار، واتمنى انهم يكونون استفادوا وأنهم يرجعون لمجال عملهم بخبرة أفضل وبمعلومات أفضل تفيدهم إن شاء الله في مستقبلهم. شكرا جزيلا. رجعنا مشاهدينا ومكملين حوارنا مع مهندسين الشباب، ورح نتكلم عن الفيديو اللي من شوي شفناه. طبعا هذه كانت رحلتكم اللي كانت من اسبوعين تقريبا الى دبي. نبي نسال المهندس سلمان سفر، رحلتكم لدبي، هذه الرحله شنو كان ما وراء هذه الرحله وشنو اللي استفدتوا منها؟ تكلم عنها. اوكي، اول شيء اكاديميه هندسه نظمت الرحله هذه قبل اسبوع عشان نروح دبي عشان نشتغل هناك باحد اكبر شركات التطوير العقاري اللي هي شركه اعمار، هي تعتبر الاولى في الشرق الاوسط بمجال التطوير العقاري. فقعدنا بالشركه اسبوع، مده اسبوع 5 ايام، من احد الخميس داومنا بالشركه. 5 ايام عمل. 5 ايام عمل. حلو. من احد الخميس ساعات عمل كامل داومناهم من 8 للخمس. داومتوا وياهم يعني؟ اي وياهم. حلو. فتعرفنا على كثير من المهندسين، القيادات، المدراء، الرؤساء التنفيذيين. كان عندنا بشكل يومي اجتماعات مع القادة والسي اي اوز. الاجتماعات كانت تتم بغرف نقدر نسميها مفتوحة، ما فيها كراسي، ما فيها بيبان، فيها تايمر تقريبا 20 دقيقة 30 دقيقة، وعشان اللي يدخلون المهندسين أو المدراء يقولون اللي يبونه، يسمعون اللي يقوله شخص الاخر، يطلعون عشان يطولون الميتنج. 20 دقيقه زبده. قول عندكم ايش؟ اوكي، طبعا كل قاعات اجتماعات شركه اعمار ما فيها كراسي، يعني عشان تعمد هذا. اي هذه سياسه الشركه عشان ما يصير في كلام زايد. اليوم داش انت الاجتماع تقول الزبده وتمشي، خلص شغلك تمشي. ولاحظنا بدورنا بالشركه هناك ان المكاتب كلها مفتوحه على بعض، يعني نقعد انا مكتبي جنب مكتب زميلي زميل اخر، وحتى مسؤول او السي اي او مكتبه ديالنا قدامنا ما عنده باب، فندخل عنده نبي نقول له اللي نبي ونطلع عادي من غير رسميات، من غير ولا اذن ولا غيره ولا موعد ولا شيء، على طول روح. حلو. وهم طبعا كرؤساء تنفيذيين هم بنفسهم يشتغلون. صحيح. يعني العمل هو قاعد ينزل الميدان. صحيح. ينزل الفيلد معانا ينزلون. حلو. وهم كان عندنا مثل ما تفضلت الفيلد، زرنا الكثير من المشاريع الخاصة واللي قيد الإنشاء بدبي، منها برج خليفة، والتقينا إدارة برج خليفة وتعرفنا على نظام المينتنس مالهم شو يسوونه، وكان عندهم شيء حد يعني مثير اللي هو شلون يستفيدون من الصواعق. فإذا صاعقة طقت البرج حصلت 10 مرات، شلون يأخذون الكهرباء هذه حتى المشاكل شلون يستفيدون منها. حلو. ياخذ الكهرباء اللي طقت البرج عشان يولد كهرباء حق البرج سنه كامله قدام.
قاعد يسوون دراسه الحين عليها. التكنولوجيا عندهم وايد متقدمه. وهم رحنا دبي مول، التقينا بمدير اداره مرافق المهندس عبد الله الواحدي، واعطانا هم محاضره عن الليدرشيب والقياده. وكان عندنا هم زياره اخرى حق دبي كريك هاربر كريك. هذه مدينه راح تصير قيد الانشاء حاليا، مثل دبي داون تاون، راح يكون عندها هالمنطقه اكبر برج بالعالم، اكبر مجمع، اكبر من برج خليفه، اكبر من برج خليفه، محميات طبيعيه. فزرنا هناك، شفنا المهندسين ورؤساء المشاريع، التقينا فيهم، خذينا تور باحد المشاريع قيد الانشاء، شفنا مشاكل واجهتهم، تعلمنا منهم، وكانت تجربة وايد وايد مفيدة. حلو الاحتكاك هذا سلمان، خصوصا من خلال الزيارات اللي قاعد تقومون فيها والأماكن اللي ذكرتها، والشركة كبيرة نفس هذه وتساهم طبعا في أنها تكون جزء من برنامج خاص في أكاديمية هندس، فهذا شيء حلو. التجربة هذه مثل ما قاعد تقول أنت قاعد تكلمها بحماس، فاليوم أنت مشاركتك هذه أكيد استفدت وايد وايد من نقول زيارتك لشركة مثل هذه اللي شركة إعمار اليوم خاصة في كثير من المشاريع. من الشغلات أيضا اللي استفدنا منها هو سرعة إنجازهم للمشاريع. صحيح. يعني زيارتنا إلى شركة إعمار يمكن من الشغلات هذه، دبي كريك هاربر هي ضعفين ونص دبي داون تاون الحالية، فأنت عاد تخيل شنو اللي راح يصير فيها. أطول برج بالعالم اللي هي برج خليفة، طوله كيلو، هذاك طوله كيلو وين دبل مرة، أنت تخيل ها أطول برج في أكبر مول بالعالم وغيره. اليوم من خلال هذه الزيارة اللي رحناها إلى إعمار، إحنا كنا نستهدف ثلاث شغلات أساسية من خلال هذه الزيارة، وأنا أتكلم كون الأكاديمية شنو تستهدف من وراء مثل هذه الزيارات اللي قاعد تنظمها. تدريب الميدان اللي كان في إعمار في ثلاث نقاط أساسية. أول شيء زيارات الميدانية للمشاريع، راحوا الشباب شافوا مشاريع متنوعة، كومباوندد اللي هو الكومباوند هاوسز، راحوا شافوا المدن السكانية اللي قاعد يسوونها، شافوا الهاي رايز بيلدينج، شافوا المولات شلون تنبني، شافوا المناطق، شافوا كل الأنواع اللي قاعد تنفذها شركة إعمار. هذا واحد. اثنين، وهذا المشاريع أو خلينا نقول زيارات الميدانية وتشوف على الأرض الواقع. الجانب الثاني الاحتكاك بالقياديين. اليوم كنا في كل يوم من أيام هذه الزيارة أو هذا التدريب الميداني اللي هناك كان عندنا اجتماع مع شخصية قيادية أو شخصيتين قياديين في شركة إعمار. هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات مع القياديين قاعد نستفيد منهم المهارات القيادية. أنت شلون وصلت قيادي في أكبر شركة تطوير عقاري؟ تعال قول لي تجربتك، قول لي نصايحك، علشان أنا كمهندس حديث التخرج أو مهندس شاب شلون أقدر أنقل هذه التجارب إلى الكويت. الجانب الثالث أنك أنت تشوف بيئة العمل في شركة إعمار، بيئة عمل تختلف عن أي بيئة عمل موجودة بالكويت. ويمكن إحنا قاعد نشوف المخرج محمد، وهذا تشوفون هذه الزيارات اللي رحناها، الزيارات هذه كلمنا عنها، يعني قاعد نشوف في كذا مكان وكذا. بالضبط. هذا دبي، هذا ذا أدرس دبي داون تاون اللي احترق وسووا له صيانة، هذا كان زيارة نشوف سريعين الصيانة. بالضبط. فاليوم من خلال هذه الزيارات لما تشوف بيئة العمل راح تاخذ افكار تكتسبها تنقلها الى الكويت. حلو. تقدر تطورها في بيئه عملك، ممكن انت اذا الله يسر وفتحت لك شركه خاصه تنقل هذه بيئه العمل. اليوم هدفنا انه يصير في عندنا وعي، عندنا فكر، عندنا مهارات، بحيث ان نقدر نحقق التنميه. اذا بنقعد في مكاننا ما نشوف حوالينا، حط على دار مدارك وتخطط روحك، راح نظل مثل مكاننا. لكن مكان كل ما اكتسبت تجارب مختلفه، في هذه زيارة كنا رايحين إلى دبي، زيارة اللي قبلها كنا رايحين إلى قطر، قاعد تشوف مختلف الأماكن، قاعد تشوف مختلف التوجهات، قاعد تشوف مختلف الأفكار، تعطيك بعد استراتيجي. أعتقد. يعني أغلب رحلاتكم كانت في منطقة الخليج العربي خلينا نقول. نعم. حاليا في منطقة الخليج. من أكبر الشركات الموجودة طبعا اللي زرتوها. أنا شايف خالد كان وده يضيف إضافة لهذه الزيارة. يعني في شيء كان وايد حلو صراحة بشركة إعمار، الثقة المتبادلة. صح. اللي بين بين الشركة وبين هم الموظفين نفسهم. صح. لدرجة أن أظن ما كان في حتى بصمة، يعني إحنا بالكويت دائما نقول البصمة مبدأ الثقة رقم واحد. مبدأ الثقة شيء عجيب، شيء عجيب. أنا يمكن ما حصل لي الفرصة إني يعني أكون ويا إخواني في دبي، لكن يعني اللي قاعد أسمعه واللي يعني قاعد أشوفه بالفيديوهات شيء عجيب. يعني عدم وجود البصمة تقصد إنه يعني ما يحتاجون أصلاً، وهم أساساً قاعد يتواجدون كل يوم وموجودين، يعني تقييمهم للكفاءة ليست بالتواجد. تاسك أورينتد. تاسك أورينتد. أنت اليوم قاعد تقيم الدول المتطورة، اليوم قاعد تقيم أداء.
فعلا. قاعد تقيم اداء اليوم نفس الشيء، انت ما عندك بصمه لكن معروف وين ويتكت، انت ممكن تفنيشتك ببيزه ومع هذا تشوف الولاء. ليش تفنيشتك ببيزه؟ اذا انت اخطات اخطاء وقاعد تكرر ولا ما قاعد تشتغل ولا، لكن اليوم اذا لا انت قاعد تنتج وقاعد تعطي، لا قاعد تاخذ مكانك في الشركه، وهذا الشغلتين فيهم تحدي. شلون انت تحقق الولاء الوظيفي عند الموظف وبنفس الوقت هو حاس انه خطر ممكن باي وقت يمشي؟ هذا التحدي اليوم. الموظف اذا حب المهنه اللي قاعد يمارسها او حب البيئه اللي هو قاعد يعمل فيها، اكيد راح يكون هناك طاقه كبيره راح تنفجر في هذا المكان وهذا العمل وهذا المشروع. الانجاز راح يكون اسرع. صحيح. راح يكون عندك ابداع اكبر من قبل طبعا العمال. خالد نبي نتكلم ايضا عن نقول شعار القياده ودورها في التنميه، كلمنا عن هالشعار هذا، ليش اخترته او ليش تم اختياره؟ طبعا الشعار هذا تم اختياره لان اليوم نحتاج الى عجله التنميه هذه، طبعا في نظره لصاحب سمو الشيخ صباح احمد الله يحفظه، الكويت رؤيتها 2035، انت تحتاج لهذه الرؤيه ان يكون هناك قادات، في ناس واقفه على قدم وساق على قولتهم عشان تستمر هذه العجله ويستمر الانجاز. اي احنا ليش دائما نحبط غيرنا؟ احنا ليش دائما ننتقد؟ الحين وقت عمل، هذا زمننا زمن الشباب، احنا اليوم دورنا لازم يكون فعال اكثر من قبل. حلو. اي فان شاء الله بسواعد الشباب وطبعا في ومع خبرات السابقه ممكن نسوي شيء عظيم، ممكن باكر الكويت تكون من افضل الدول المتقدمه. طبعا هذا احنا هذا مو على قولتهم فولس هوب، هذا امل موجود للحين، هذا مشرق جميع الافراد. وهذا دائما احنا والقائد الناجح لازم يكون قريب من الناس حواليه ويفهم شنو الاخطاء، مو عيب اذا طحت بالغلط، عادي اخطا اليوم اخطا باكر بس لا تكرر الغلط اكثر من مره، ويتم محاسبه المقصر. نعم صحيح. جميل. يعني اكيد خلينا نرجع نتكلم ايضا عن الملتقى القادم، يعني بما ان هذا شيء قاعد يتم التحضير له واحنا متاهبين مثلكم نبي نعرف، يعني جميله زيارتكم هذه واهدافها اجمل، واحنا نضم صوتنا لكم ان بودنا ايضا نشوف قيادي المستقبل يكونون ذو كفاءه، ويعني مو عيب مثل ما تفضلتوا نستمد خبراتنا من اللي حوالينا ونستفيد ونتعلم، لان الهدف ان الاعمار والتطور. صح. ما نقعد مكاننا ونقعد نبكي على الاطلال. صحيح. نبي نتكلم عن الملتقى القادم، نبي نتكلم يعني لكم حريه الاختيار اي منكم مهندسين تتكلمون عن. طبعا الملتقى القادم راح يكون فيه مثل ما تفضلتوا ضيوف بارزين. صحيح. تقدر تكلمنا مهندس طارق عن ابرز الضيوف وشنو المحاور اللي راح تكلمون فيه؟ ذكرت ابرز الضيوف، قلنا في القطاع الحكومي عندنا الثلاث وكلاء، المهندس سالم الاذينه وكذلك اللي هو رئيس هيئه الاتصالات، قلنا الدكتور خالد مهدي الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط، وكذلك المهندس فريد عمادي. راح يتكلمون، وخلنا نتكلم اليوم مو عن الضيوف كثر ما نتكلم عن قياده الشباب لهذه المحاور. اليوم هذا الملتقى وضع، اختاروا الضيوف هم شباب الاكاديميه، تم تشكيل لجنه من مهندسين الاكاديميه، هم اللي اختاروا الضيوف، هم اللي اختاروا المحاور، هم اللي اختاروا الشعار، وهم اللي راح يقودون هذا الملتقى. ليش طبعا حطيناهم في هذا الجانب؟ اليوم انت قاعد تعده اعداد قيادي، تعال هذه تجربه، هذا الميدان يا حميدان. صح. قد هذا الملتقى وخلينا نشوف شنو ادائك وشنو انتاجيتك. اليوم الجلسات الحواريه عندنا جلسه خاصه بالقطاع الحكومي وجلسه خاصه في القطاع الخاص، المهندسين هم اللي راح يحاورون القياديين. وفي تقييم بناء على هذه وفي تقييم، هم اللي راح يقودون الحوار، هم اللي راح يقودون الحوار. هم اللي راح يدورون الحوار، هم اللي راح يسالون المحاور، هم اللي راح يسالون المحاور، هم اللي راح يكونون الضيوف اللي يناقشون القياديين. بالضبط. فانت اليوم قاعد تخلقين علاقه، قاعد تخلقين فكر عند المهندسين، قاعد تخلينهم يكونون يجربون هذه الملتقيات وشلون يدير ويشتغل مع فريق عمل، شلون يتواصل مع غيره، كل هذه المهارات اللي ياخذها في الدورات التدريبيه يطبقها على ارض الواقع. جميل. في الميدان. حلو. من خلال هذا الملتقى، يعني اذا تكلمنا عن هذا الملتقى هو مرتبط ارتباط تام
في نقول البرنامج الموجود في أكاديمية هندس، وطبعا هذا الشيء جزء نقول نهائي كمشروع نهائي بالنسبة للتخرج. كل المشاريع طبعا بالأكاديمية عندنا الدورات التدريبية، زيارات الميدانية، الملتقى، الرحلة التدريبية كلها تصب في نفس تحقيق نفس أهداف هذه الأكاديمية، أن نعد قيادات شبابية هندسية عندها حس عالي من المهارات القيادية وعندها المهارات الحديثة أنهم يقدرون يقودون. أنا أقول قيادي شامل. قيادي شامل. هذا راح يكون جاهز. يعني أحد البرامج التدريبية اللي خذوها الشباب بالأكاديمية هي مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، واليوم قاعد يطبقون هذا الشيء عملي. هذا ما شاء الله عليهم. إحنا يمكن من الشباب اللي نشوفهم دائما تكون هناك رهبة عند البعض بأن أول مرة يطلع أمام الكاميرا، ما شاء الله عليكم أنتم في حضوركم، وهذا الشيء من التجربة طبعا يت من خلال مشاركتهم الأكاديمية. هنتكلم شوي عن أيضا البرنامج المقدم والبرامج المقدمة في هذه الأكاديمية اليوم، الاستفادة الكبيرة خلال 7 شهور مثل ما ذكرت، شنو راح تكون في النهاية لك الفائدة يا سلمان أنت وخالد؟ أوكي، اليوم قاعد يدربون مثل ما توا قال مهندس طارق دورات حق فن التعامل مع وسائل الإعلام. ممكن مو كل شخص يستفيد او يعني يحتاج هالدوره بدايه حياته، ممكن يستخدم يحتاج مثلا بعد سنتين منتصف حياته او كانت في بدايه. فعندنا دورات كثيره، فالدورات قاعد نحطها مثل يعني باك اب عندنا. اوكي، فلما يجي وقت مناسب نطلع الدوره هذه ملفاتها وندش نستخدمها. فاحد الدورات الثانيه مثلا فن التعامل مع المواطن الشخصيه، هذه مثلا شلون توصل الفكره اللي عندك حق الشخص اللي قدامك، شنو احسن طريقه تفيدنا مثلا. دكتور ايوب الايوب. ايوب الايوب يعني انت اليوم لما تكون في حياتك العمليه وقيادي، شلون بتتعامل مع فريقك مختلف الانماط؟ شلون بتوصل له الفكره؟ شلون بتحفز هذا؟ شلون بتحفز هذا؟ اذا ما كان عندك خبره في التعامل مع الانماط، من يختار هالبرامج طارق؟ هذا يعني هذا البرنامج صمم بناء على الكفايات والاحتياجات اللي يحتاجها المهندس. شفنا المهندس القيادي شنو يحتاج علشان ينجح في تحقيق اهدافه على هذا الاساس. هذا ينبني يعني طارق الحين على التحاق، نقول نفسه المهندس لما ييكم انتم مثلا تسوي له مقابله في البدايه، يتم مثلا شنو احتياجه، يتم الامور هذه يعني. شوف احنا قبل الله اليوم علشان تشوف وظيفه المهندس كوظيفه وقيادي، شنو المهارات اللي يحتاجها المهندس القيادي في مهارات معينه. اي مهندس قيادي يحتاج مثلا فن في اعداد الخطط الاستراتيجيه، فن في فن التعامل مع الناس، في مهارات يحتاجها كل مهندس قيادي. هذه المهارات تختلف، في مهارات فنيه، في مهارات ماليه، في مهارات قانونيه، في مهارات اعلاميه، في مهارات شخصيه، في مهارات قياديه. هذه 6 محاور اساسيه صممنا من خلالها الاكاديميه، بناء عليها الشباب يدشون بعد ما يتم قبولهم يدشون في هذا البرنامج. حلو جميل. يعني أنا قاعدة أشوف حتى الأفكار أو الأهداف اللي عندكم ممكن تنصب لكذا مجال غير الهندسة، وأيضا تكلمنا قبل الهواء أن ذكرت لي مهندس طارق درباس أن أنتم عندكم أفكار ليست فقط تخص صحيح. المهندسين يعني صحيح. ما شاء الله عليكم مو مقصرين مع الكل. صحيح، إحنا في جميع المجالات عندنا أكثر من برنامج تدريبي. إحنا يمكن في شركة طاقات لإدارة المشاريع هي شركة متخصصة في توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية. أي كويتي يبي يشتغل بالقطاع الخاص إحنا نشتغل على توفير هذه الفرص الوظيفية. ومثل ما قلت من البداية إحنا اليوم ما نوظفه بس، إحنا نوظف بعدها ندرب علشان يتمكن من شنو عمله. شنو مقصده بنوظف؟ إيه اليوم يعني هناك مثلا جهات مختصة بذلك يعني إيه؟ يمكن البعض لا أنا ما أتكلم، أنا ما أتكلم عن التوظيف إيه؟ القطاع الحكومي لا حتى الخاص إيه؟ موجودة مثلا إعادة الهيكل، برنامج إعادة الهيكل. لذلك نعم. أصلا احنا في نجاح أكاديمية هندس ومشاريعنا الثانية احد اسباب نجاحها تعاوننا الكبير مع برنامج إعادة الهيكلة. برنامج إعادة الهيكلة هو يستقبل خريجين كلهم ويسعى الى تشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص. صحيح. احنا اليوم دورنا برنامج إعادة هيكلة قطاع خاص، نشتغل مع شركات القطاع الخاص في ان احنا نوفر فرص متبقى. وظيفية وبعدين نتعاون مع القطاع الخاص في تدريب المهندسين او العمالة الوطنية. وكذلك عندنا شراكة استراتيجية دائما احنا دائما يعني نتشرف فيها ونفتخر فيها مع برنامج إعادة الهيكلة.
هذا الشريك الاستراتيجي اللي احنا وياه نسعى لنفس الهدف ممتاز. هو زيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الجميل الخاص. والحلو في الأكاديمية بأن تكون متعاون أيضا مع جهات مختصة في الدولة، فبالتالي هناك تعاون، التعاون هذا يمكن أكيد يوصل المهندسين بالضبط. الشباب إلى الوظائف المرجوة، واللي هم طبعا من خلالها يسعون أنهم يطورون نفسهم وإمكانياتهم أيضا من خلال تجاربهم. أنا ودي خالد أيضا نتكلم عقب هالأكاديمية هذا، عقب حضورك إن شاء الله، شنو الجاي، شنو القادم، شنو المشاريع؟ والله نقول القادم أجمل إن شاء الله. الحين توا مع السنة الجديدة، القادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله في وايد أفكار، وايد مشاريع. أنا قاعد أتكلم على رأيي الشخصي يعني. نعم. كل مهندس فينا عنده مهارات متنوعة، كل واحد عنده رؤية محددة. إحنا اليوم نبي ناخذ اللي استفدناه هذا ونروح على أرض الواقع نشوف بنفسنا. يعني ما نبي اللي يعني يتكلمون كثير طبغونا في مشاريعكم، لكن لما نروح نشوف احنا بنفسنا ونتاكد من الموضوع هذا، هذا اللي نبي. احنا نبي تكون الثقه متبادله. ف يعني هذا يمكن من اهم الاشياء اللي استفدناها في اكاديميه هندس. يعني يمكن انا ما توفر لي هذا الشيء لو انا يمكن رحت قطاع، يمكن قطاع ثاني. ف يعني مشكورين اكاديميه هندس صراحه، على راسهم مهندس طارق الدرباس. يعني أنا من أول ما تخرجت وجيت الكويت يعني كان مرحب فيني جدا في الأكاديمية صراحة. ف يعني هذا يعني خلاني أشعر جدا بالراحة. ويمكن أحد الفرص اللي وفرها لكم وهذه الفرصة طبعا من خلال هذه الأكاديمية وما قدمتها من برامج لكم وتفيد بالنهاية جميع المهندسين المنتسبين لأكاديمية هندس. تجربتك أنت طبعا بالنهاية بعد ما تخلص إن شاء الله، شنو القادم، المشاريع، شنو ببالك راح تستمر في نقول تطوير نفسك وتطوير الكثير من نقول حضورك للدورات؟ حاليا أنا أشتغل مشروع محطة كهرباء ميتنس، فمشروعي حاليا صيانة دورية حق المحطات. مشاريع الشركة عندها مثلا مدة زمنية 4 سنين 5 سنين تنتهي، فأقرب ما ينتهي مشروع إحنا ندور على مشاريع أخرى. بس هم عندنا دورة من دورات خذيناها من قبل اسمها دراسة الجدوى، فعلمنا علمونا شلون نختار مشروع، شلون ندرسه، شلون نشوف نقيمه. فليش لا كل واحد منا ممكن يكون مشروع خاص بعد ما ينتهي من الدورة، من يعني من الدورات والشغل الميداني، خصوصا لما واحد يروح القطاع الخاص يشوف الشغل شلون الشركات تندار، يتعلم من أين تؤكل الكتف. فهذا كله راح يأثر عليه ويفيده بالمستقبل. تكلم هنا عن الالتزامات. التزامات موجودة من قبل أو ما بين الموظف وما بين نفسه نقول رئيس التنفيذي للشركة أو غيره، إن كانت قطاع خاص أو حكومي بحسب نقول توجهاتهم. طبعاً إحنا الوقت خذانا وياكم، ودنا نكون في لقاءنا أكثر وأكثر وناخذ وقت أكبر من إحنا نكون معاكم ونتكلم أكثر عن هذه الأكاديمية. أدري طارق عندك كلام وايد بتقوله وأنا بخلي عندك هذا الشيء، بعطيك الفرصة تقول اللي عندك لا تحاتي. طارق عندك إذا حاب تضيف شيء بالنسبة طبعا للشباب أو بالنسبة للأكاديمية. اليوم إحنا بالكويت نعيش في جو وبيئة محبطة من الشباب، لذلك إحنا اليوم في أكاديمية هندس نتشرف ونفتخر بثلاثين مهندس في الموسم الثاني، كذلك 30 مهندس في الموسم الأول. ولكن إحنا نفتخر ونتشرف بهذه الثلة من الشباب المهندسين اللي موجودين وغيرهم اللي قاعد يتابعونا واللي موجودين مهندسين الأكاديمية. هذين 30 مهندس بإذن الله راح يكون لهم مستقبل قيادي بارز بإذن الله بالكويت، راح يكون لهم بصمات واضحة. هذا إحنا مؤمنين في هذا الشيء، بصمات واضحة بالكويت. هذين 30 مهندس بإذن الله راح يكونوا مهندسين إيجابيين، راح يسعون في مشاريع التنمية ويحققونها. بالختام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أحب أشكر برنامج إعادة الهيكلة اللي مؤمن في دعم الشباب الكويتي، كذلك شركة الغانم انترناشنال لإيمانها بثلاثين مهندس كويتي ووفرت لهم فرص وظيفية ودربتهم عشان يكونوا قياديين في المستقبل. حلو، قواكم الله، كل الشكر لكم على تواجدكم ويانا في شباب قول وفعل. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا في برنامجنا شباب قول وفعل، أتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا هذيل الشباب وحد شباب الكويت وطاقات شبابية جميلة، ربي إن شاء الله يوفقهم في هذه الأكاديمية والقادم المشاريع اللي قاعد يقدمونها للفائدة العامة بالنسبة لشبابنا.
يعني أنا أيضا بدوري أشكر الشباب المهندسين اللي شرفونا اليوم وفادونا كثيرا، يعني استفدنا صراحة من تواجدهم معنا، وهذه دعوة لكل أصحاب المبادرات الشبابية، عندك أي إبداع، فكرة، مبادرة، مشروع، ما لك إلا أنك تتواصل معنا في برنامجنا، وإن شاء الله إحنا راح يكون بدورنا أن نوجه الناس ونشوف ونخليهم يشوفون إنجازاتكم وتطلعاتكم إن شاء الله، اللي كلها منكبة لصالح هذا المجتمع. نشوفكم على خير، في أمان الله. مع السلامة.